السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم ندى المشهدي. بتكلم اليوم عن Evaluation of Degenerative Disc Disease Using Magnetic Resonance Image. محتويات العرض بيكون Introduction, Spine Protocol, Normal Disc Spine and Abnormal Disc Spine. Anatomy of vertebral column between each vertebral body is caution called an intervertebral disc. الفرتبرا تتكون عندنا من 33 عظمة، تبدأ من cervical, thoracic, lumbar, sacrum and coccyx. بين كل vertebral body عندنا intervertebral disc، ويتكون من annulus fibrosus and nucleus valvosus. Disc degeneration, it has many names depending on the how and where it happened. إيش هو degenerative disc؟ هو حالة طبيعية تحدث للإنسان مع التقدم في العمر، ممكن أعراضه تكون ظاهرة وممكن لا. إيش اللي يحصل؟ إنه تقل المادة الهرمية المعروفة باسم nucleus valvosus، وما إن قلت راح يصير احتكاك ومشاكل وآلام. بس ممكن يحصل مشاكل في الديسك قبل التقدم في السن، إما عن طريق إصابة أو رياضة خاطئة أو قوية أو هشاشة. وله عدة أسماء تندرج أسفل هذا المرض على حسب مكان خروجه من الأمام أو الخلف، أو طريقة خروجه، كأي يخرج كامل أو جزء منه أو فقط يحصل في استينوزيس. هنا موضح معاكم في الصورة اللي هي خرج من سنترال كانال زون او سب ارتيكولار زون. دحين نتكلم عن الـ MRI Spine Protocol. Lumbar Spine Protocol T1 TES Sagittal. الـ TES اللي هي Turbo Spin Echo. T2 TES E Sagittal. ال TSE اللي هي Total Time of Spin Echo. Axial T2 Region of Interest Disc Space. Axial T1 Region of Interest Disc Space. Cervical Spine Protocol T1 TES Sagittal. T2 TSE Sagittal. Axial T2 Region of Interest. Axial T2 Star Region of Interest. T2 star اللي هي gradient. دحين بتشوفوا معايا normal and abnormal finding of disc spine. بنبدأ بالnormal. Normal criteria of disc spine. These discs are made up of tough elastic outer ring annulus of collagen fiber that surround a soft gel center nucleus. Normal disc has water. T1 low signal, T2 high signal. هنا عندكم صورة للـ MRI vertebral. هنا T2. السوائل عندنا في T2 تظهر high signal very bright and T1 يظهر low signal dark. دحين بنتكلم عن الـ abnormal finding of disc spine. أول حاجة معانا اللي هو البلج symmetric extension of annulus. يحصل انتفاخ في الديسك، هنا موضحة في الصورة، في انتفاخ في الديسك. البروتروجين focal area of disc material that extend، هي منطقة معينة من الديسك يحصل لها انتفاخ وتسمى ممكن برولابس. extrusion herniation of nucleus bulbosus. النيوكليوس bulbosus تخرج معانا لمنطقة الـ annulus fibrosus. الـ sequestration portion of disc fragment enterally separated from parent disc.
هنا يخرج معانا النيوكليوس بارس من البارنت اللي هو الديسك، من الأساس اللي يخرج ايه خارج النيوكليوس بارس، اند خارج كمان الانيوليس فايبروسيس. دحين بنشوف صور لمرضى جمعناها أنا وزميلاتي من مستشفى الملك فهد في المدينة المنورة. هنا معانا ديسك بلج اند فورمينال ناروينج، اللي هي سجيتال at L4 L5 at L3 4 there is posterior disc bulge causing my neural foramen narrowing ال image plane axial and sagittal ال weighted T2. أنا محدد عليها هنا بالأحمر في مقطع السجيتال والأكسيال. نشوف تاني هنا disc protrusion. بروتروجين زي ما قلنا اللي هو يحصل انتفاخ في منطقة فوق منطقة معينة اللي هي فوق الأريا. سيرفايكل سباين C5 C6 ليفت باراسنترال ديسك بروتروجين ديسك بورشن ايمج بلين اكزيال اند ساجيتال ويتد T2 ستار اللي هي جراديانت. هنا معانا برضو في الاكزيال. اوكي هنا ديسك استيوفايت، استيوفايت اللي هو هشاشة العظام، and فورمينال استينوزيس اللي هو تضيق. There is هناك سيرجيتال كات yes. وهنا الاكسيال there is C5 C6 ديسك استيوفايت كومبلكس and فورمينال استينوزيس انجي بلين اكسيال and سيرجيتال ويتد T2. طيب في معلومة أبغى أقول لكم، هي اللي هي النورمال سنترال كانال اللي هي هذه شايفينها معايا، غالبا يكون هي قياسها 20 مليمتر. ما فإذا حصل إنه صار قياسها مثلا 30 مليمتر راح يسمى اسمه ستينوزيس، يعتبر ضيق المكان، هذا يعتبر ديزيز، ولا هي قياسها الطبيعي 20 مليمتر. واللي حوالينا هذا اللي هي سريبلوس سباين فلويد، واللي في الوسط سباينال كورد، والفلويد في T2 برايت والT1 دارك. طيب هنا عندنا السباينال كانال استينوزس اند استيوفايت، مايلد سباينال كانال استينوزس my spinal canal stenosis at the level of C3 C4 down to the level of C6 V1 image plane axial and sagittal weighted T2 and T1. A disc bulge lumbosacral spine at L2 L3 there is mild posterior disc bulge image plane axial and sagittal weighted T2 and T1. الصورة السجيتال اللي هي T1 والثانية اللي هي T2. شايفين هنا السوائل كيف معانا، السوائل دارك ما في أي براد، وهنا شايفين الديزيز حصل لنا بلج استوفايت. هنا عندنا سيفير ديسك ناروينج، كمان حاصل لنا هنا أستوفايد اللي هي الهشاشة. اوكي there is severe disc narrowing at the L4 L5 image plane axial and sagittal awaiting T2 weighted image. هنا السبوندولايسيس اللي هي إزاحة الديسك نفسه، يصير فيه إزاحة. هنا المريض غالبا ما يكون يقدر يمشي، تتأثر المشي عنده، يتألم، يعني يكون ألام جدا يعني قوية غير محتملة في ظهره وفي أطرافه. فالله يشفي الجميع يا رب. At L4 L5 there is bilateral spondylysis causing mild anterior lesions
of L4 over L5 associated with posterior disc bulge causing bilateral neural foraminal narrowing MG plane axial and sagittal weighted T2. And thank you. شكرا لكم على حسن استماعكم وشكر خاص لمنظمين MRI سعودي ومرة شكرا لأستاذة وديانا الحربي وأستاذ محمد الموسى ما قصروا معانا.